مفيش حد هنا وين؟ حليمة نايمة وكرم في البروفة. طب وحباس؟ بس موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا آسف، يعني راجل غريب وعايش معانا في البيت وما بحبوش وقلنا ماشي وسكتنا، لكن كمان يجيب ستات؟ عملت كده ليه يا عباس؟ أبلة تحية، لازم تبعد عن أبي طارق. خدها نصيحة، جو تو يور كونتري وابعد عني. جو I love you so. خلاص كفاية، نزلني. في ايه يا سونيا؟ تعبت ايه؟ مش قادرة أكمل، مش باين عليا؟ حتة الأفيون اللي كل يوم بتخسري منها سنة لحسابك دي. الفلوس؟ شكلك هتودينا في داهية في الطريق اللي انت ماشي فيه ده. الطريق اللي انا ماشي فيه ده يا سنية هو اللي بيوكلنا الشهر. عايزة الشاع عمري اللي اتخطف مني واترمى تحت رجلين المومس دي. مين الليلة يديها الدور؟ مش انت يا درية؟ ده دور ورا دور ورا دور ورا دور، حرام عليك. نزلي المسدس وليد فيه. ايه اخرس؟ لو نزلتي حقك هيروح. مش هنا سبب وقتاتك يا تحية. احنا لو شقينا سترك مش هنلاقي غير غيرة وحقد مكتوبين عليهم تحية. تحية اللي من يومك وانت عايدة نار بسببها. اللي اتعلمت وانتي ما اتعلمتيش. تحية اللي ما بعتش جسمها وانتي بعتيه يا بت. بعت نفسي عشان كوي عوطين، عشان اخرس بدرية وادخل ايش عشان تسيبكوا وتفضلوا بنات بنوت. انا ما شفتكش كده من سنين. بقيتش قادر اشيل السر في قلبي لوحدي ياما. خش يا تعب قلبي، خشي. انت فين يا عبد؟ حصلش حاجة. طيب يا عبده اتجنن يا مارا في سريري. اسكتي اسكتي، قلتلك اسكتي حالك. من بكرة مفيش تمثيل، على الأقل في الفرقة بتاعت أختك. مش همثل. هو أنا بتكلم لوين دي؟ فوق. حصل يا ستان. سنية يا نعم. أنا عايزة أعرف حاجة واحدة بس، انتي على علم ان اشرف شباندي عمل لي محضر رسمي بيتهمني باللي حصل فيكي؟ على علم. ياه، وما قلتيلوش يا اختي عيب، ما يصحش، دي بنت امي برضه. هو انتي عايزه ايه يا تحية؟ عايزه يجرالي ايه اكتر من اللي جرالي؟ وانا مالي يا اختي باللي جرالك؟ انا مالي؟ ازاي يجي في دماغك اصلا؟ يا ست انا ما جاش في دماغي حاجه، ومش عشان عارفه اللي اشرف بيعمله يبقى موافقه عليه. روحي له استفلوا مع بعض، المهم تبعدوا عني. وكفايه بقى اللي جرالي، كفايه. ماشي يا سنية، ماشي. اول مره اشوفك متضايقه كده. انا شفت منهم العجب، انما يوصل بيهم ان ابو قرون ده يتهمني ويقول ان انا ورا اللي حصل، يبقى احنا مش اخوات ومضحوك علينا. طيب حبيبتي ممكن تهدي؟ انا الكلمه دي اكتر حاجه بتنرفزني في الدنيا، عمر ما حد قالها لي وهديت بعديها. خلاص يا تحية، امسكي جيركن جاز والكبريت وولعي فيهم. مش للدرجه دي، خساره فيهم. بس انت عارف ده معناه ان انا خلاص ماليش عيش في البيت ده. يعني ايه؟ يعني همشي من البيت. هتعيشي معايا عند ام هاني ولا بقى تحت رحمه كرم يونس؟ لا، انا مهيتي تخليني اجر شقه صغيره، وساعتها انت اللي تيجي تعيش معايا. وبدريه هتوافق؟ يا كنتي فاكره اني همسك فيكي؟ لا، مركب اللي تودي اهو تبقي وفرتي طاقه. انا بس عايزاكي تعرفي ان الملدوع اللي لايف عليكي ده ومدخل في دماغك انك فاتن حمامه، لو كان يقدر كان نفع روحه. بس هقول لك ايه، انا مالي، انت حره، انت العيله ولا قاصر، وان كان عالكام ملطوش اللي بتسيبيهم لي خليهم لك، مش عايزاهم يمكن ينفعوكي. طب الحمد لله، الحمد لله ان احنا هنفترق بالمعروف ده. انا كنت فاكره انها تبقى خناقه للدوجه. لا، خناقه على ايه؟
سكت عليا الغالية فرقت ولا حزنتش عليها؟ أحزن عليك أنتي. يلا يلا روح الحال سبيلك روحي. هتفضلي واقفة مبحلقة لي كده كتير؟ انت عرفتي منين ان انا ببصلك؟ ادام الباب اتفتح واتقفل ومفيش حركة في الأوضة، مفيش غيرك هيقف يبحلق في الغلبانة المسكينة اللي نايمة طول النهار والليل دي. انت ليه من يوم الحادثة حطاني فوق دماغك وزعقة يا سنية وترجعي تقولي انك مش موافقة على كلام أشرف؟ انا ذنبي ايه في اللي حصلك؟ يمكن انت مالكيش ذنب في اللي حصل، ما تنكريش إني في حتة قد نملة جوه صدرك في رحلة اللي حصل لي. هقولها تاني، يبقى احنا مش اخوات وما تحك علينا يا سنية. ماشي تحية ده مصر. من يوم ما خرجت من المستشفى وجيت على بيت أمي هنا كلكم خدتوني في حضنكم، لا لي الحمد لله على السلامة ولا لي الحمد لله انها جت على قد كده، بس في الآخر كل واحد فيكوا راح لحال سبيله. اللي روح روح واللي نام نام، إلا أنا تحية جيفني ما خمتش من قهرتي على نفسي. دمعتي ما بردتش طول الليل على خدي لغاية ما سمعتك وانتي نايمة، سمعتك بوداني محدش قالي، سمعتك وانتي بتقولي سنية هموت. صح يا طارق؟ انتي بتحاسبيني على أحلامي يا سنية؟ هو أنا ليا يد في ده؟ أنا عالمي على قد ومش زيكم، اللي أعرفه إن اللي بيتكلم هو أنا يقول كلام من قلب ويبقى صدق. وأنا سألت عليه وقالت لي أيوة، بيبقى تنفيسة. طب قومي معي عشان خاطري يا سنة، قومي معي، قومي يا حبيبتي. هشحطي علي البت الكبيرة بقت بوش مسلوخ، والمزغودة التانية هسيب لي البيت وتمشي؟ يعني مش هلاقاكل هدور في الشارع على آخر الزمن وأقول لا محسنين؟ ليه يا ماما وأنا رحت فين؟ رحتيش يا أختي، دي قاعدة قدام أهو، بس بقالك 13 ما بعتيش الشهرية. معلش يا حبيبتي غصب عني، والله بقالي 3 شهور مرتبي موقوف في الجنة، أول معبد هدفعهم. وماله ربنا يخليكي ليا، بس الشهرية دي بقى يا عليا شكلها كده زي فلوس الشحطة بالظبط، وانت عارفة انا يعني اعتمادي كان على ربنا والبت سنية، بس هنقول ايه بقى في الحزينة اللي ملهاش مطرح. حاضر هزود لك الشهرية. خليكي ليا حبيبة امك يا اختي. ازيك يا استاذ فؤاد؟ هو الطرش؟ طيب انا كنت جاي اطمن على مستقبلي واديني اطمنت، فوتك بعافيه بقى لسي الاستاذ. امال يا اختي لو كان الاستاذ محمد التابعي كان هيعمل فينا ايه؟ فوتك بعافيه ان شاء الله يولع. انا مش فاهم السؤال قوي يا استاذ تحيه، ورد على السؤال اللي حضرتك تقصديه. الاستاذه تحيه جات لي وطلبت مني شخصيا ان لو في اي اجراء عمليه جراحيه لانقاذ وش حضرتك
ومطلوب أي مساحة جلد من جسمها هي موافقة متطوعة فورا وعلى السعادات. متشكرة يا دكتور، وإحنا لسه في انتظار حضرتك. أنت عرفت مكاني إزاي؟ أنا كنت مواصي التمرجية بلغني لو جيتي. يعني بتنقض اتفاقنا يا أشرف؟ أنا مش قلتلك مش هشوف وشك؟ أنا هستناكي تحت، ما تتأخريش. عايز دلع الواد يصحى. أنا ما نقضتش الاتفاق، بس أنت وحشتيني يا سوسو. هو أنا ما وحشتكيش؟ هتبقى توحشني لما أرجع زي زمان. هترجعي، الدكتور أكد لي إن أنت هترجعي. خلاص، ساعتها بأرد عليك وأقولك إنك وحشتني يا أشرف لما أرجع ثانية بتاعت زمان. طب الواد ده ما وحشكيش؟ وحشتي، بس مش عايزة أعوده يشوفني وأنا كده. مش عايزة أفطمه على صدري وشايف وشي المحروق. بقول لك يا أشرف يا شباندي، ما تخرجش على قلبي بصل. لما ربنا يكرمني وأعمل العملية هبقى أشوفك أنت والواد. يلا اتكل على الله، اتكل على الله. يا ثانية، أنا غلطت في الواد يا ثانية، أعمل فيه إيه يعني؟ أبيعه؟ أنت كل شوية هتصدعيني بأسطوانة أمي وأهلي بتاعتك دي. لازم تبقى فاهم إن احترام عيلتي إن احترامي يا فؤاد. وأنا ما بحترمكيش يا ستي. شوفي عليا، أنا اتجوزتك لو يذراع. مهما فاتت الأيام والسنين اوعي تنسي ده، لو يذراع. وبتخطيط من الست أمك اللي انت زعلانة عشان ما سلمتش عليها. انت تحمد ربنا وتبوسي ايدك وش وضهر ان انا بسمح لها تيجي البيت ده. يوه، انت بتعيطي ليه يا سنية؟ اوعي تكوني لسه زعلانة مني. انت ما تعرفيش ان انا ما بحبش حد قدك ولا ايه؟ ده انا لحد ما انت زعقتي لي عشان ما كبركيش كنت بقولك يا ماما تقومي تصدقي الحلم وكلام واحدة لا انت عارفة ايه قبله ولا ايه بعده. هو أشرف بوز الإقص ولا ما حكيت له كبرها في دماغي وقرر انه يبلغ عنك؟ بس انا قلت له لا، تحية دي اختي، ممكن تغل تحسد انما تأذي لا. انا ما بقتش فاهمة انا هفضل اشحطك لحد امتى؟ ده انا ما بقتش اشوفك غير كل فين وفين. كنت بتشوفيني كل يوم يا حبيبتي، طمعتي اشربي بقى. فؤاد، هو انت بتعاقبني عشان بحبك؟ ايه؟ لا، الكلمه دي ليا انا متاكده ولا في حد هنا انا مش شايفه؟ عليا، انا اللي مشكلك على ايديا، انا اللي عملتك. صحيح التلميذ الشاطر ممكن يبقى كويس قوي قوي، بس طبعا لا يمكن يتفوق على استاذه. فوقي عليا، انت جايه النهارده عشان المرتب اللي واقف وعشان قسم الحوادث اللي اتنقلتي له، بس مش ذنبي والله، انا مش رئيس التحرير. وبعدين دي بقى قرارات السادات. السادات قال اي حد بيشتغل في صاحبة الجلالة يترقى او يتنجم من الوسطى أو المحسوبية وهو غير كفء تتقطم رقبته ويتخسف بيه الأرض. وانت كنت من النوع ده، فحاولي بقى، حاولي في قسم الحوادث تعملي لك تحقيقين تلاتة يمكن تترقى بكفاءتك. أنا أشطر ناقدة فنية في القسم وانت عارف. مين اللي قال؟ انت قلت، وبتهيألي ان انت وقتها ما كنتش بتكذب. حاشا لله، طبعا وقتها ما كنتش بكذب، بس دلوقتي كدبه صغيره قد كده ما تضرش. انت عرفتي ان انا هسيب البيت ولا لا؟ عشان الزعله دي هي تلكيك. انا كنت عايزه اسيب البيت وما كنتش لاقيه سبب. يبقى هتتجوزي طارق صح؟ اصلي عمري ما فكرت في الموضوع ده. ليه يا اختي؟ هو انت مش بتحبيه وبيحبك؟ يبقى لازم تفكري بدل المره 100، خصوصا ان انت هتعيشي لوحدك عازبه. كل الممثلين، انت مش كل الممثلين، انت جايه من بيت سمعته سابقه انه بيت بطال، يعني بيتك انت كمان هيبقى بيت بطال. قصدك ايه يا سناء؟ قصدي واضح وضوح الشمس، انت لازم تتجوزي طارق.
بقول لك ايه علي يا حبيبتي، اختك عايزه حاجات ومحتاجات من بيتها، شكلها كده مطول معانا وانا راكبين قها عليا ومش قادره اتحرك. بيروح انت تقضيها ولا وكبرتي وعجزتي وركبك بقت تنقح عليك يا بدرية؟ هتروحي ولا مش هتروحي؟ بذمتك انا عايزه اسالك سؤال، ايه اللي مقعدك هنا ومش قاعده في بيت جوزك؟ حابه يعني تسمعي كلام يسم بدنك؟ عايزاني اروح فين انتي رخرة؟ ارجع البيت اللي كان بيجي لي فيه الزباين اللي لسه بيجوا لغايه دلوقتي عشان يشوفوني وانا قاعده كده؟ اديني متلقحه هنا لغايه اما ينسوني. هو انت تتنسي برضو يا جميل؟ انت جميل كتر خيرك، بس شوف لنا كلمه تانية غير دي. جميل جمال كمان. ايه يا بت مالك؟ بكره تعملي العمليه وتبقي زي الفل. يسمع من بوقك ربنا. طب قوليلي عايزاني نجيب لك ايه من البيت؟ تاخد مصور وتنزل تروح المديرية للرائد حسام مخلوف، في تحقيق هناك عايزاك تجيبهولي مع الصور. أكلم الرائد حسام مخلوف لو سمحت. ازيك يا حسام؟ علي عبد الفتاح معاك. ده حقيقي بقالي فترة في الحوادث وده الموضوع اللي أنا عايزاك عشان ضبطيت أفيون. لا بس عهد الله الحاجة دي ما بتاعتي، أنا مواطن شريف. طب استنوا بس ادي الواد حد يوديه لامه يا جدعان، حد ياخد مني العيل وديه لامه. ها يا ميلاد بختك يا سنية، يا ميلاد بختك يا سنية، يا ميلاد بختك يا سنية. مشكرين مشكرين. يا ميلاد بختك يا سنية يا اختي، بختك يا سنية. طالما بتجروا في الافيون كنتوا سايبيننا شحت اللقمه ليه من يوم وشك مسلخ؟ هو ده اللي فارق معاكي؟ امال ايه اللي هيفرق معايا؟ اشرف شبان دي نفستين داهية، وأي حد ما يجيليش من وراء قرش في 60 داهية. أنا رايحاله. تحية. شايل تحية وزعق اللي هي أشرف يا شبندي. ارحم عشان ربنا يفك ايدك. بقول لك إيه اللي ورا رميتي هنا؟ هي هددتني. بس عليا الحرام من ديني، لو كان ليا دين أصلا ما هتعدي بالسهل. وطري منها هاخده لو بعد 100 سنة. نورت يا سنية، بس عرفتي العنوان من ايه؟ اللي يسأل ما يتوهش يا تحية. مالك يا سنية في ايه؟ بلغتي عن أشرف ليه يا تحية؟ بلغت عن أشرف ازاي يعني؟ انتي هتلفي وتدوري بيا يا بنت. انتي جننتي يا سنية، انتي عارفة تضربيني؟ وقطع من لحم ابن سهل كمان، عشان زي ما بتقولي احنا مش اخوات ومضحوك علينا. طب عشان بقى تبقي فاهمة، أنا وقت الجد مش هفرق ما بين مين الأكبر ومين الأصغر.
ولو مسيتي شعرة مني هبزر لك شعرك. أشرف مين يا أختي اللي بتسأليني عليه؟ أنا من ساعة ما سبت البيت ومعرفش حاجة عنكم كلكم. أحلف لك على مصحف ولو مش مصدقة الحلفين عادي، الباب يفوت جمل وإحنا مش إخوات ومضحوك علينا. أمال هيجوا مين اللي عمل كده؟ في إيه يا سنية؟ أنت جه حد في بالك؟ ما تقعد شوية. ما أنا خاف أقعد شوية نغرق في العسل لو أمك فوق دماغي. محدش جاي. يا لهوي يخرب بيت أمك في شجعة، في علبة سوبر تحت المخدة. أنا جاي دلوقتي بقول لك قوم. ما تسجعيلي. إيه بس يا أشرف؟ يا خسارة تعب السنين وشاق الليالي. ليه؟ تعملي كده ليه؟ طب ده إحنا طافحين الدم عشان أنت تبدي على وش الدنيا. تقومي تختصي. ومع بوز الاخص ده؟ الله ومين غلط يا سنيه؟ انا شقيتك يا سنيه عيب كده، انا ممكن ارد عليك على فكره بس انا اكبر منك. بس وطي صوتك، انت عايزه تفضحيني؟ ليه يا اختي؟ شفتيني طلعت التراسين عليه تحسي قد كده ولميت عليك الحاره؟ انا بعدد على الوكسه اللي احنا فيها. وما لقيتيش غير ده؟ الله وماله ده؟ امشي انت يا اشرف دلوقتي. ماشي ماشي يا سنيه. امشي ماشي امشي بقى بس يا ساتر يا رب. اوه الواد ده بيعمل ايه في بيتي؟ انا جاي اتمرمط هنا ولا ايه يا جدعان؟ ردوا الواطي ده بيعمل ايه هنا؟ اصل انا دخلت عليهم هما الاثنين ولقيتهم جوه في الاوضه. اخص عليكي، من امتى رجاله بيخشوا لنا البيت يا بنت؟ كم مره حفظتك من وانت صغيره؟ الراجل اللي ما يلاقيش مطرح ياخدك فيه هيقلمك في الاجره. اخص امشي امشي يلا بره هنا امشي، لو شفتك هنا تاني هكسر لك رجلك. اوقعوا عليا امشي. اه معاش ولا تاني اليوم اللي راجل يخش فيه البيت. خدت منه الاجره يا بنت؟ ملحقتش بس انا فتحها يا سبيل. يلا روح امك، يلا روح هاتيلي منه الاجره. فتحها مدرسه انا. يلا دي مصيبه ايه دي يا ناس؟ والله العظيم هتجنني بعبطها. حسبي الله ونعم الوكيل. فاكره نفسها تقدر تاخد راجل مني بتاعت الجامعه؟ والله يا سنين جينا للحق، انت اللي اخداني منها. والنبي ايه؟ طب يا اخويا روح لها اشبع بيها عندك. ما ده اسمه كلام؟ وفي حد بعد ما داق المانجا يحن الليمون من تاني؟ قول لنفسك. انما انت يا سنيه شايفه ان باقي الخطه كده هتمشي صح؟ ولا هتقدر تقول تلت التلاته كام؟ المهم انت جد في موضوع الجواز ده ولا هو كلام سراير؟ طب بذمتك انت، هو في اصدق من كلام السراير؟ هنشوف. اتهمتيه فيا ليه عليا؟ ولا هي سنية الحيطة المايلة اللي في البيت؟ البيت اللي أنا بصرف عليه، البيت اللي أنا فتحاه بعرقي، ولا هي سنية هيتصدق فيها أي كلام بطل عشان لا مؤاخذة؟ لكن لاقي عليا لغاية كده وبكفاية. سنية خلاص بح، ما عدتش تشيل همكم وقرفكم تاني. إلا ما في واحدة فيكم مرة خدتني في حضنها وطبطبت عليا وقالت لي كتر خيرك يا سنية، عشان كده خلاص مش هشيل قرفكم وهمكم تاني ولغاية كده وخلصنا. وغصب عنك مش بيرضاكي انتي وهو. تقصدي ايه؟ هتعرفي قصدي دلوقتي. اما انا هتجوز اشرف شبندي. هتتجوزي مين يا بت؟ هتتجوزي مين؟ في ايه؟ بنت بالحياة زي ما كانوا الكفار بيعملوا. افتحي افتحي يا بت. شبندي مين يا بت اللي هتتجوزيه؟ افتحي بقولك افتحي يا بت. في ايه؟ ما يخصكيش. هو ايه ده اللي ما يخصنيش؟ اي حاجه تحصل في البيت ده تخصني ونص. ممروعه ادوكي ريق حلو. ابعدي يا بت من قدامي. هو ايه اللي هبعد؟ مش هبعد ياما. ما تتمرقيش يا بتعه الا لما ينصفوكي. عارفه هتجوز اشرف ده وامشي من المخروبه دي، وانت اللي هتخليها توافق. لو فاكرين ان انا عجزت خلاص ومش هقدر عليك. في ايه ياما؟ شبشبي فيكي اهو زي ما هو. انتوا فاهمه ولا لا؟ ياما انت فاهمه؟ انت بتعملي كده ليه؟ ما بلاش خليني ساكته. اوعي
بالاسمع ياما خرجتك اهو من اوضه شبانتي. مين يا بنت اللي هتتجوزيه؟ ما هو بياخد منك اللي هو عايزه من غير جواز. مش عرفني تسأليه وانا ذنبي يا سخبيه. ذنبك انك عارفه ان مفيش راجل هيخش البيت ده طول ما انا عايشه وحتى بعد ما اموت. ولما تموت في ايدك هتفرحي؟ خش اوضتك عليا مالكيش دعوه انت. مش داخله اوضتي يا ماما. وبعدين ما تخليه يتجوزها ويتحل عنه. انت عايزه منها ايه؟ ما هو يدفع لك فيها كانها بنت بنوت. مش ده اللي انت عايزاه طول عمرك؟ هيدفع منك معظم الجربان. وانت مش هتعرفي قابلته وانا جايه في السكه هتعلي على اللي في دماغه وكان عايزني الاقي دماغ امك. وهو ايه اللي في دماغه؟ فاهمين يا ممروعه؟ شغلها رقاصه ويديكي فيها اللي انت عايزاه واكتر. نعم يعني يتجوزها ويدورها هو بدل انا ما بدورها بموت. انا زي بهالي بنتي هتعلي والله ما حسيت. ساعتها مش هيبقى بموته، ساعتها هيبقى بحاجات تانية كتير، يا تفشلها او جوازها غصب. ما تقدرش، لازم لها ولي. سهلة، هتروح لابوها. هتبسطي؟ عمري ما هنساها لك يا علي. تفي سيرته كده في خليتي. عارفة ان كلنا بناتك ومفيش حد ما بيحبش امه، بس لو في حد بيحبك بجد في البيت ده وخايف على مصلحتك فهو انا. انا ما بقولكيش كده عشان اضايقك، لا، انا بقولك كده عشان افهمك. اشرف مدى دماغ ثانية خلاص، وهتتجوزه هتتجوزه. تشكري، مش عايزه اسمع حسك. ومن هنا لحد ما تتجوزي اشرف شبانزي بتاعك ده مالكيش بيت في الاوضه معانا يا سنيه. ليه يا اختي؟ وانا كنت خدت منك جوزك ده. حي الله رافق. مش رافق يا سنيه، مش رافق، انما دي حاجه يا حبيبتي عمرك ما هتعرفيها ولا هتفهميها. حب وماله؟ ايه مش بني ادم؟ لا، بني أدمى وبني أدمى بزيادة حبتين كمان. طب ده انت اللي امك داست علينا كلنا بالجزم عشان انت اللي تتعلمي وانت اللي تبقي نظيفة وتبقي بروبرو كده، عشان يوم ما تحبي يا ماما تحبي واحد نظيف بيلمع يخرجك من المخروبة دي ويقب بيك على وش الدنيا، مش تروحي تحبي لي أشرف شبندي. أشرف شبندي ده شبه أنا يعني، حتى وانتي بتعملي فيا معروف انا بعمل فيكي جميلة. هتتردلك. ايوه. طمني، طبعا طلعت عظيم. طلع لي بقى نسخه عشان مش همشي غير لما اتاكد ان هي نزلت. البلد في حاله حرب ونسبه الجريمه وتجاره المخدرات تقريبا صفر، فيتقبض على تبر افيون ومعاه كميه كبيره، وانت اول واحده تكتبي عن الموضوع ده بتثبتي كفاءه. برافو عليكي. عشان تعرف ان علي تربيتي طبعا، بس انا ما كنتش وسخ قوي زيك كده. انت اللي بلغت عن جوز اختك. طب وانا مستغرب ليه صحيح؟ ما انت عملت كده مع طارق رمضان، فاكره؟
بس انا بقى متاكد ان انت كنت عارفه ان انا ممكن اطلقك بعد الجواز باسبوع. خلاص خدت غرضك، معاك الورقه اللي تحطيها في عين اي حد. بس اقولك على حاجه، انا كنت فرحان لان اللي تعمل زي ما انت عملتي عشان تبقى على ذمتي دي لازم واحده بتحبني بجنون. بس تعرف ان انا كنت غبي. اللي تعمل عمايلك عشان تتجوزني دي واحده لازم يتخاف منها عليها.